انا خفت انا ولدي كان انا كل ولد انا كان كان انا ولدنا كلهم ضحيه الا ما دارش شي حد كان كيعرف ولادنا ولادنا غادي يمشي واحد واحد راه شوفوا الا شفتوا هذا مات كاين اللي ميتين تديرهم ميتين ماشي راه ميتين نيت راه وليداتنا راه بزاف كنقول بقاش كيبغيو يخرجوا ما بقاش كيعيشوا الحياه الطبيعيه ولادنا راه مساكين تيعيشوا المأساة راه حنا كنعيشوا معاهم المأساة حنا كبرنا ولادنا حنا راه غير ناس ناس عاديين راه ضحينا بولي ضحينا بالغالي والنفيس راه ضحينا بحياتنا حنا ضحينا حنا شحال من حاجه حنا باش نوفروا لوليداتنا الظروف باش يقراو فيها راه هانتوما كتشوفوا ليكزومبل ديال هاد الامه ديال اللي ماتليها اللي توفى لها ولدها الله يرحمه الله يعطيهم الصبر اش كاش كتشوفوا هاد الناس كيقولوا لنا كنستثمروا في ولادنا اش من استثمار هذا اش من استثمار هذا واش بان لكم ان هذا استثمار خلص هذا باش نسمعك وتوعد وحدك السلام عليكم كنت فوت انا ضعت فولتي تقرا في الكلية الطب وهاد الكدرابة هادو راه تكرفسو عليهم سبابهم هو الوزارة 90% ديال سباب ولدي في القتلة ديالو هي الوزارة وهادشي راه عانينا منو كنطلبو بجلالة الملك باش يتدخل في هادشي تكرفسنا احساس ديالك كيف 20 سنة انتم على الحالة ديال 20 سنة وانا كنخدم على ولدي باش 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 نوصلوا لهذاك المستوى تيقرا في العموم ومجهود فردي وتيجيب 17 18 ومشيت به تيتو للميديسين ديال 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 المينيتير ودوز لا دوز ستاج وكلشي دوزهم مزيان وفي الاخر حطوه في لائحة الانتظار قالوا له انت راه تيجي تنبداو حنا من 19 وكنت منزلين حتى نوصلوا 17 ونص صافي داكشي اللي هزينا في العادات وهادشي اللي عطا الله الحالات ديالو كيفاش كانت الحالات ديالو كانت مزيانه هو المعاناة اللي عانى فيها هو الاضرابات بقى اتجه الاكتئاب ديالو تا خدا الله داكشي اللي سبع شهور ديال الراحه ولا هي 8 شهور يعني بيقرا هادشي اللي عطا الله المهم الاخ ديالنا طبعا يعني طالب اللي يشهد له يعني بالاخلاق الحميده وسعه الصدر ديالو يعني من تلقينا الخبر في الاول ديال المحاضرة في الجهار حاولنا اننا جينا سندنا حنا مع والديه حاولنا اننا نديرو ما في جهدنا الحمد لله الحمد لله شنو السبب الرئيس اللي كان اللي خلاه يوصل هو يعني على حسب الله على حسب الاقوال يعني ديال الاباء ديالو انه يعني تزم بسبب الاضراب يعني هذا هو السبب الرئيسي حسب الاقوى ديال الاباء يعني. ولا ياخذ الحق هادشي اللي نقولو يعني هادشي دوينا عليه شحال هادي شحال يعني واش الغني هو الحل الوحيد اللي تعيش هاد الحاله هادي ولا شي حكايه ضرب اخرين مثلا يقدر يعيشوا يوصلوا لهاد شحال ديك اللي تيقولوا هاد الاضرار كنا تنقولوا بان الطلبه راه مهزمين وبان راه غتوصلوا واحد ثلاثه اللي ما يمكنش ان الطلبه يتعاملوها اليوم احنا كنا اليوم وصلنا لك اليوم خونا عبد الغني هو ضحيه ديال الوزير هادشي اللي نقدر نقول صراحة كنا كنتسناو الزميل ديالنا الكابتن ابراهيم هوبا ديالو قالو راه مش بعدا خبر ما حاول يخلي الحار ديالو الله ياخد حق فيك الحلو سبحانه وتعالى